بيلد ايه كلمة كده؟ بيلد ايه كلمة؟ اول حاجة احنا جبت لينت فورس عادي جدا، تمام. لينت فورس انا شايفها ستيل جامدة جدا عليه، تديك موف سبيد برضه، هتديك اللي هو الشين فيها شغالة، فلا هي بيز او يعني كور ايتم على هيكرم عادي جدا مش هتتغير. تاني ايتم احنا هنجيب تنيتي فورس اول حاجه، بعد كده نكمل البوتس. البوتس هتبقى طبعا اوبشنال، يا اما ميركريز يا اما بليتد ستيل كابس. بليتد ستيل كابس دي اللي هي بدل النينجا تابي، انا مش اف كي انا هنا. ايش لو قدامك هيفي ارمور هتجيب هيفي قصدي اي دي، هتجيب بليتد ستيل كابس دي. لو قدامك دي سي كتير هتجيب ميركريز، بغض النظر انت واخد ناس في رونز او لا. تاني حاجه هنشوف الديزدانس. الموضوع دلوقتي بقى ايه، يحير شويه، مش يحير، اختلف شويه، لان الديزدانس ما بقتش بتهيلك كده هيل صريح. دلوقتي الديزدانس بقت بتقسم الدمج اللي انت بتاخده، لازم تقتل حد عشان ترجع تهيل وترجع الدمج اللي انت هتاخده ده. يعني مثلا ايه الباسف بتاعت او يعني يونيك باسف في الديزدانس ما اللي هي اجنور بين دي، 15 من 35، لو انت ميلي 35% من الدمج اللي انت بتاخده يتقسم دمج عليك لمده 3 ثواني، يعني كانك واخد اجنايت بس بالدمج كله. يعني مثلا لو انت تاخد 700 دمج مش تاخده مره واحده كده 700، لا تاخد على 3 ثواني، مثلا كل ثانيه هتاخد، اول ثانيه هتاخد مثلا 250 250 في 200 مثلا، يعني لو اتقسمها على 3 تبقى 200 حاجه و20 بوينت مش عارف كام، ما علينا. فمتهيألي زي ما هي ما اتغيرتش، بس الفكره انك لما بتقتل حد بقى يعني اتشال منها ان انت تهيل من الابيليتي دامج اللي انت بتعمله، بس لو قتلت حد بترجع لك 10% من الهيلث بتاعك، وبتوقف اللي هي الاجنور بين دي، يعني ما بتخليكش تاخد الدمج اللي انت المفروض تاخده. يعني خدت 1000 دمج دول هيتشالوا ساعتها لو قتلت حد، تقعد تاخدهم على 3 ثواني، ودي حاجه جامده جدا يعني. اومني فامب يا ابو حميد اللي هو عباره عن الهيلنج اللي انت بتعمله من الابيليتي دامج بتاعك، يعني انت بتلعب فلاديمير ودوست كيو، او مش فلاديمير، خلينا انت بتلعب بسوين مثلا، ودوست دي بتاعتك التالي بتاعتك مثلا عملت 100 دمج، لو انت معاك 15% اومني فامب بتاخد 15 هيلث من الايدي بس. الابيليتي دامج اللي انت بتعمله بتهيل عليه بنسبه معينه زي لو في ستيل بالظبط، بس للاي بي تشامبيون ماشي. فاحنا دلوقتي الموضوع دلوقتي اختلف، لان الديستنس زي ما قلنا الهيل بتاعها مش صريح، الجيج هي اللي بقت بتهيل، يقول لك ديلينج دامج وتيكنج دامج فروم تشامبيون جراند ستاك ريستورنج، بترجع لك نسبه من 2% من لسه لو انت ميدي، 1.2 لو انت رينج، احنا ميدي يكرم حتى منوره لك اهي اوفر 6 سكندز. وكل ما اختلف نوع الدامج كل ما انت او يعني كل ما اختلف الابيليتي اللي انت بتضرب بيها كل ما انت هتهيل اكتر. انا شايف ان احنا هنجيب الجيج دلوقتي، يعني من وجهه نظري شايف ان احنا هنجيب الجيج الاول على هيكرم الصراحه، وبعدها هنجيب الديستنس ماشي. دلوقتي احنا عندنا تو ايتمز نجيبهم تمام. خلينا كده نقول ان احنا في ميد جيم، يعني خلينا نقول كده انت مثلا في الدقيقه 20 دقيقه 25 من 25 30 مثلا، يعني اللي هو في نهايه الميد جيم مثلا، فاضل لك تو ايتمز. تو ايتمز اللي انت هتجيبهم دول هيبقوا اوبشنال. لو انت قدامك، انا شايف ان هو دلوقتي عندك سيناريو حلو جدا، لو انت قدامك مثلا اي بي قوي جدا واي دي قوي جدا، انت ممكن تجيب الفورس اوف نيتشر وثورن ميل في نفس الوقت. يعني لو انت قدامك اي في اي دي واي في اي بي، ثورن ميل احنا عارفين هي بتعمل ايه، حاجاتها ما اتغيرتش، البيلد باث بتاعها بس هو اللي اتغير، انما هي لحد دلوقتي برده بتقلل الهيلنج اللي حد بيعمله. ولو انت عملت في بقى الجديد اللي فيها، لو انت عملت كراود كنترول على حد، الحد ده هياخد بدل ما ياخد 40% جريفيوس وونز، يعني هتابلاي عليه 40% هيلنج ريدكشن، هيتابلاي عليه 60% هيلنج ريدكشن. دي حاجه حلوه جدا، ودي تجيب لو انت زي ما قلنا احنا قدامك حد هيل جامد، قدامك هيفي ارمر هيفي اي دي. فورس اوف نيتشر بقى لو قدامك حد اي بي جامد، والايتم دي انا صراحه شايفها قويه جدا عليك بالذات، لان انت بتديك 60% ماجيك ريزيست، بتديك 5% موفمنت سبيد، ولما بتضرب من حد بتاخد 6 موف سبيد وماجيك ريزيست زياده. تقعد تستك كل ما تضرب، كل ما تضرب انت كل ما تاخد موف سبيد زياده، وكل ما تاخد ماجيك ريزيست زياده، فدي حاجه قويه جدا عليك. انت كل ما بتاخد موف سبيد زياده وكل ما تاخد اي دي زياده هتعرف تسرفايف اكتر في الفايت. فانت عندك الايتمتين دول كاوبشن، وعندك السبيريت فيزاج. السبيريت فيزاج غيروا فيها تغيير بسيط شويه، اللي هو عباره عن ايه، في زمان كانت بتديك بتزود لك اي هيل انت هتاخده بنسبه 40%، دلوقتي لا ما خلوهاش كده، دلوقتي خلاها لك زود لك الهيل والشيلدات اللي انت تاخدها بنسبه 25%. يعني لو لولو مثلا عملت عليك شيلد قوته 200 هيبقى قوته مثلا 250، ولو السراكه هيلتك الهيل هيزيد برضه، خد لي بالك. فشايف ان هم ظبطوها، بس مش عارف يعني بقت اوحش سيكه، لان انت بتبقى معتمد كليا على الهيل اللي انت بتعمله اصلا، مش محتاج حد هيلك اللي انت بتعمله من الكونكرر ومن الرونز السكند رونز بتاعتك اللي انا مش خي... او اللي هي رافينو سنتر اللي اتعملها نيرف برضو، بس السنه شايفها بلايبل يعني. فسبريت فيزاج برضو اوبشن جامد جدا لو قدامك اي في بي، يعني انت لو قدامك اي في بي وما قدامكش حد اي دي جامد مثلا، هتجيب سبريت فيزاج مع فورس اوف نيتشر، او ممكن تجيب الاثنين، ممكن تجيب يا سبريت فيزاج ثورن ميل يا اما فورس اوف نيتشر سبريت فيزاج يا اما فورس اوف نيتشر وثورن ميل، فانت عندك كذا اوبشن، كله هيبقى طبعا اوبشنال على حسب الايه الجيم اللي انت بتلعبه. بس يكرم تاني ما كنتش فيه يعني، يكرم مش صعب يعني، او يكرم يعني الايتمز ما اظنش فيها معضله، مش معايا إيه؟ بس طب يا جدعان برضه انا شارح معظم الايتمز في الفيديو اللي في الديسكريبشن ده للناس اللي ايه عايز تشوف الايتمز برضه. طب لو فيز رش هي كريم نفس البيلد، انت مش هتغير البيلد، بيلد زي ما هو، لو هتعرف فيز رش هي كريم ده بالعكس، ده فيز رش هي كريم بتبقى قويه جدا مع البيلد اللي احنا بنتكلم عنه ده. لو انت جبت فورس اوف نيتشر، الايتم اللي اسمها فورس اوف نيتشر، الايتم دي كانت قديمه موجوده زمان ورجعوها تاني للعبه، بس غيروا فيها برضه شويه حاجات. انت لو انت معاك فيز رش وبتفايت حد تاخد موف سبيد من الفيز رش، هتاخد موف سبيد من الايتمز اللي معاك، فحاجه جامده جدا فاهم. ماشي ده اول واحد هنعمله بيجي ريفيو، اكيد برضو يا جماعه انتوا كمان هتستفادوا يعني. اوكي بص عبده بيلعب، طب ندوس على رانك سولو بس عشان ايه، عبده بيلعب زاك، لعب 150 جيم زاك السيزون اللي فات ده، خلص السيزون على سيرفر 3 ماشي 82 اللي بيعمل، لعبش من ساعه ما السيزون خلص اخر جيم من 3 ايام ماشي. بتلعب زاك 150 جيم وليونا وست وسوين
يعني انت ليتس سي مثلا انت باين انت جونجل مين، بعد كده سبورت مين. ماشي، انت بتلعب بزاك رونز، تمام. رونز بتاعتك ما فيهاش مشاكل، كيل بارتيسيبيشن بتاعك كويس، يعني جيم داون 74%، بس مش كونسيستنت، يعني اللي هو مش ثابت كل جيم كده، هو اللي هو اداك مش ثابت كل جيم. جيم كيندريد ده ليه في النص كده؟ يعني بص، فكك من كيندريد، انت لاعب زاك هنا ومادي ما شاء الله، ماشي، يعني انت زاك كويس بيه، وفكك من تيمو برضه، ماشي انت مادي بيه بس برضه تيمو ومش الرول بتاعتك، فمش هتعرف توم في 9. خلينا دلوقتي احنا بنتكلم عنك توم في 9، جيمات دي سي كلين جدا. شكلك هتبقى مين سي جديد يعني، او شكلك بتحاول تبقى مين سي، كديات حلوه فشخ. ماشي، يعني انا شايف انك تستيك لزاك وبالكديات الغريبه دي بتاعت الدي سي، يعني ممكن اقول لك سي بالجنجل اصلا وكمل دي سي، بس لا خليك في زاك وخلي السكند رول بتاعتك دي سي، وحاول تبيك تشامبيون او اتنين بس من كل الشامبيونات اللي انت عرفت فيها بالبوتلين دي، عشان ايه ما تحيرش نفسك بالذات بعد الايتمز الجديده دي، لان يعني دلوقتي انت اداك هيختلف شويه، او ادانا كلنا يعني مش اداك انت بس، اداك هيختلف شويه غصب عنك بسبب النيو ايتمز. ماشي، بس ليتس اقول البروفايل دي، هنشوف بقى البروفايل التانيه اللي هو هيكون معانا هودا. ماشي، هودا اورليت جيمنج. ماشي، هودا انت بتلعب ايه؟ بتلعب توب لين، تريندامير، فيورا، مومو، بتلعب جونجل، بس انت مؤخرا بتلعب جونجل. ماشي، خلينا في اخر كام جيم ما شاء الله، داك اللي هو بيكرم. ماشي، بيكرم 6 جونجل، امومو برضه. بص انت تفكك من امومو، يعني سيبك من امومو، انت داك بيكرم باين عليك كويس ما شاء الله. لو اتفرجت على الفيديو اللي فات، انت اكيد اتفرجت على الفيديو اللي فات، لان انت اوريدي كاتب كومنت على الفيديو. عندك يكرم البيلد بقى، الايتمز الجديده اللي هنعملها له، تجيب له ترينيتي فورس، بعد الترينيتي فورس هتجيب جيج، بعد الجيج هتجيب ديث دانس او ثورن ميل لو قدامك حد بهايل جامد، لو قدامك حد هيفي اي بي هتجيب فورس اوف نيتشر الايتم الجديده. ده بالنسبه للبيلد ليكر. رونز هتلعب بيها زي ما هي، تلعب فيز رش، انا شايف لو انت متعود على فيز رش خلاص كمل بيها عادي جدا، بس عايزك تجرب برضو كونكر وتشوفها مع الايتمز الجديده تبقى عامله ازاي معاك. انا من وجهه نظري كونكر هتبقى احسن كمان، يعني هتبقى بتعمل دامج في لونج فايتس اكتر. وكمل هيكر، يعني كمل سبام هيكرم، سيبك من امو، يعني كمل هيكرم وقلاف. ماشي، سيبك من امو، هيكرم وقلاف قريبين من بعض، ويعني هيبقى حلو انك تلعب هيكرم وقلاف في نفس الوقت، بحيث لو حد خد منك هيكرم انت تاخد قلاف تعمله كاونتر على طول، يعني قلاف او الكاونتر ليكر بس. وستيك تو جونجل، يعني انا شايف انت لاعب جيمات مش كتير ولا قليله، بس بتشامبيونات كتير. بص انت هيكرم سبام اخر فتره، بس هو مش ظاهر حتى من التوب 5 تشامبيونز بتوعك، فلا اثبت على حاجه، اثبت اللي هو على هيكرم زي ما بقول لك، وسبام كتير، ويعني ان شاء الله هتكلايمب ان شاء الله. ماشي، نكست بروفايل معانا ميدو. اوكي، ميدو جولد، ميدو جولد ولاعب 1000 جيم السيزون ده ما شاء الله، لاعب جيم كتير قوي، عنده سعران كده. نشوف الجيمات، اوه انت لاعب اولموست 700 جيم بكاتارينا، والنر بتاعك 56%، حلو النر بتاعتك كويس. ماشي، بتلعب بيها اجنايت تي بي، البارتيسيبيشن بتاعك من جيمات براند دي، انت فكك من براند، انت مش عارف انت براند دي الجيمات دي انت كنت فيلا او واخد سبورت. ماشي، انت كنت الى حد ما في الجيم، بس انت ميت كتير. بص الموتات الكتير دي انا شايف ان انت، وانت بص يعني 16 موتة، 9 موتات، 14 موتة، انا شايف ان انت سبب ان الموتات دي ان انت معكش فلاش، فارجع العب عادي تاني اجنايت تاني بكاترينا اجنايت فلاش، وحاول تشوف كده هو اجنايت فلاش، تمام اجنايت فلاش، وعندك الايتمز الجديدة اللي هي بتديك اومني فامب، اللي هي تخليك تقلل من الاي بي دامج اللي انت بتعمله، في ايتمز كتيرة جدا اتعملت الفترة دي او الوقت ده. تعالى كده احنا جيم. ماشي، كاترينا دلوقتي كويسه بسبب الايتمز اللي هي تديك هيلينج وكده، ومتهيألي ممكن تاخد دارك هارفست، وفي نفس الوقت ممكن تاخد برضه كونكرر عادي، بس ارجع العب فلاش تاني، يعني البرو بلايرز دلوقتي حتى مجتمعين ان هم بيلعبوا على فلاش مش تليبورت. انا شفت كذا كده كذا برو بلاير او بي جي جي قبل ما اعمل لك ريفيو دلوقتي، او قبل ما اعمل ستريم، بحيث ايه اقدر اساعدك على قد ما اقدر، بس انت لحد دلوقتي تمام، بس الفكره ان انت بتموت كتير، بتموت كتير. شايف ان انا شايف ان الفلاش سبب في ان انت بتموت كتير، او يعني سبب بنسبه 50% مثلا، 100% التانيين انت ممكن تكون بتنت زي ما انا بعمل كده عادي، فما تنتش والعب بفلاش، وان شاء الله تكلم. كمل بكاترينا، كمل بكاترينا وفكك من الشملات التانيه، انت لعبت كميات كتير جدا، يعني 70% من الجيمات اللي انت لعبتها بكاترينا، فكمل بكاترينا طبعا، وحاول تشوف لكاترينا تشالنجر جيمز ازاي بقى؟ هتخش على اليوتيوب هتكتب تشالنجر ايلو وكاترينا ريبلايز، يعني ريبلايز انت هتشوف ريبلاي للجيم، مش هتشوف مثلا داي، لا هو الجيم يبقى كامل، وحاول تشوف كده اول 10 دقايق الكاترينا بلايرز بيلعبوا ازاي، او يعني بيقضوا الليننج فيس بتاعهم ازاي. واحسن حاجه تعملها كاترينا ان انت اول تروم في الايرلي وعينك على الماب، وتحاول تروم كده هو بيعمل بيكس، فاهمني؟ فانت اعمل زي ما انا بقول لك كده على اليوتيوب، شوف الجيمات ما تكونش بقالها كتير عادي، مش مهم الايتمز القديمه مش مشكله، بس هتلاقي كمان جيمات دلوقتي بالايتمز الجديده عدى يوم يعني، فهتلاقي بس اوريدي لعبت، واتفرج على الجيمات وشوف اللينرز بيعدوا الليننج فيس بتاعهم ازاي بكاترينا، واكيد هتستفاد يعني. ولو في حاجه ما فهمتهاش مثلا في الليننج فيس بتاعهم، او هم ليه بيعملوا كده وهكذا، تعالى اسالني على طول برضه، او تعالى اسالني هات ريبلاي مثلا، او هات اللقطه وقول لي مثلا ليه هو عمل كده، وانا هقول لك، او ابعت لي الفيديو مثلا وقول لي اديها كذا، وانا ارد عليك على طول ان شاء الله يعني، او في الفيديو اللي بعده. ماشي، اتمنى الناس تكون اتبسطت يعني اساسا الفيديو اللي اتعمل، بس عايز اشوف بقى رايكم يعني، يعني عايز اشوف راي الناس كده في الكومنتس كده، قشطه يعني، الناس تكتب لي رايها برضه في الكومنتس على الفيديو اوفر اول يعني. بس يعني.